يعني فيها مراحل شوي وفيها عبرة. هذا سرحان يحكي عن نفسه يقول كنا في البر. اسمه السرحان؟ اي اسمه السرحان. حلو. اي سرحان يسرح بالملأ البهلول وسبل ثنائي وكله انا مثلك ثنائي مح انا شنو انا سرحان سرحان ما لا هذا فهد غانم خوينا فهد غانم العنزي لا لا ذاك الامام ذاك مو الشاهد تسلم الشاهد يقول خطبت من عمي هذا سرحان خطب من عمه اي ويقول ضعيف وعاد حاله كل ما جيته قال هذا العم العم يقول كل ما جيته قال الزمان الجاي ايه الزمان الجاي وفي خيامه ايه يقول دخل علي ابوي لاني عقب العصر مهموم مغموم نشاب نظه واقلب الضوء بالعويدات وكذا وهو إيه؟ عاشق يبي بنت عمه يبي بنت عمه بعد العشق اللي صار صار يا رب بعد مشكله هل يلومني ولا يدرون من نار تحرق جواطيها راطيها قلبي يلي تولع اليوم اليوم ابو نايف ابو نايف متجلي اليوم وش ذيك قلبي يلي ما ادري اسال ابو نايف اسال ابو نايف ابو الدوسري قلبي يلي طاح في الونه لا قلبي يلي من الهواها الصواريف بلاوي جرحتها الليالي والحظوظ الردية يا سلام الله المستعان تسلم تسلم الشاهد ايه. قال فسرحان اللي يبي اللي يبي بنت عمه قال ابوه شوف انا ابوك والله لازوجك على احلى البنات حلو واطيب البنات لكن روح ذا المره لعمك وشوف نهايته وش يقول حلو يقول جيتهم واخذت ما عاد وشرحنا عليه عاد على حمار تذكرون يقول يوم وصلتم ولذاك الموتر عند خيمه عمي قالوا ان هذا ولا خطابه جايبين جايين يخطبون البنت اللي انت يجيني من الغم يوم قالوا سيدي وين اللي يلبق حماري بعيد قلت بعد لبق حماري بعيد يقول يوم جيت وسلمت عليهم حالتي حاله وملابسي جسيفه ولانهم يخطبون وكذا قالوا عاد يقول يوم يناظرون عاد الحمار ويدلون عادي يشمتون به وملابسه بالولد ذا اللي خاطبينها الحين قال لك ويشمتون ويعلقون ويضحكون ويقول يقول جاني من الهم والغم والله العظيم كرهت الزواج كله يقول سبحان الله العظيم يقول يوم خدت للعيل قالوا تراهم خذوا حمارك عيال راع البيت راع الخيمة قعدوا يلعبون به يلعبون به أنا ما بيدرون ذول أني جانا الحمار شوي يوم جو العيل قالوا الحمارة ولدت والحمارة سرحان حمارك ولدت وضحوه زود يقول ودي الدنيا ودي امشي بس ليل اظلم الليل ما عاد اقدر قال ما ذولا قالوا قال لهم يلا بكره انتم علمتوا الملك ولا ما علمتوه؟ قالوا الا معلمينه وبيجي الصبح قال اجل امرحوا وانت يا ولد اخوي والله ما تروح امرح يقول يا ليل يا ليل ما اطول الليل على من لم ينم ينم يقول يوم اصبحنا وافطرنا يوم جاء الملك قال له الملك ملك بسم الله الرحمن الرحيم على سنه الملائكه يا فلان زوجتك بنتي كذا وكذا قال يا سرحان زوجتك بنتي يوم بغوا ينقل صار في هم في هذول اللي جايين والامور كلها لهم صح ولهذا يقول قال عمي قال زوجتك بنتي ملك الملك يوم صاحوا الحريم الحريم ما يبونه ايه ما يبونه ايه وياخذ العصا يصح عليهم والله لو تحكي وحده منكم اني لا اجلدها بهالعصا سرحان ما له الا بنتي هذا وليك ضفوا عشهم مشوا ومشوا قال اصبروا اصبروا كمل يا ملك وخذوه معكم مره قال يا عمي يوم راح قال جايك شيء قال لك قال نسيت انك ولد اخوي وانا والله العظيم وانا عمك من يوم البارح قاموا يطنزون بك ويهزونك وان قلبي يغري والله اني ودي نطاردهم من الليل لكن والله ما قلت اخلهم اهينهم اهانه لين يصبح الصبح. تمام اي ويقول يلا بس الحين ملكناك علم ابوك تعال وانصب الخيمه جنبنا والله يحييك وهذه مرك كفو 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 هذا استغل بلاش نهايه سعيد سعد والليله خميس خميس هذه قصة ذكرها أحد مدراء البنوك فيها عبرة وأنا دائما سمح الله أخذ من بعض القصص